السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل غدا بسيط جدا جدا جدا، لما يكون كده بقى ملكيش مزاج تطبخي وعايزة تعملي حاجة في السريع وتكون حاجة برضو حلوة، فده في السريع كده ممكن تعملي ايه؟ بسلة ورز وكفتة رز، هتبقى جميلة وحلوة كده زي ما انت شايفة، وتقدمي ممكن تقدميها في طبق واحد زي ما انا مقدمة كده، هتبقى ايه حلوة ان شاء الله. بس الطريقه بقى طبعا انتوا عارفين، بس ايه هقولها لكم في السريع كده للناس الصغننه اللي لسه مش عارفين. ده بصل متقطع صغنن، ودي بسله وجزر من اللي كنا ايه مخزنينها في الفريزر. هنيجي على النار، هنحط معلقه سمنه ونحط البصله، نقلبها تقلبتين تتشوح كده، وبعدين نقوم نازلين بالبسله والجزر ونشوحهم، هيردوا لونهم تاني. وبعد كده نقوم حاطين لها فلفل اسود رشه بس كده زي ما انتوا شايفين، ونشوحها شوية على النار. مش هتاخد يعني حاجة، هي هترد كده الالوان بتاعتها، هترد الجزر والبسلة هترد وتبقى جميل. نجيب بقى الصلصة، هتحطي دي 2 كوباية عصير صلصة، عليهم عصير طماطم قصدي، عليهم 2 معلقة صلصة، وقلبتهم مع بعض وحطيتهم عليها، وحطيت ملح طبعا. تمام. بس بقى شكلها كده، هنسيبها بقى على النار لحد ما تبقبق بقى وكده ايه، والبسلة والجزر يستووا. تمام. مش هياخدوا كتير اصلا، يعني كده كده هي محفوظة فمش هتاخد كتير. ده بقى شكلها، بصوا الصوص بقى بتاعها بقى عامل ازاي، بقى شكلها جميل لما استوت. تمام. وهنقدمها بقى زي ما قلت لكم كده مع رز بشعريه بقى، رز ابيض، واحده واحده زي ما تحبي. وكان عندي كفته رز صبعتها كده وحمرتها في السريع وانا بعمل بسله وجهزتها.